السادسة صباحا الرابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضرتكم من القاهرة، أهلا بكم. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا مع ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين، وذلك للتهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك. صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن خالص تمنياته لشعب وحكومة الأردن الشقيق بكل التقدم والازدهار، وقد أعرب الملك عبد الله الثاني خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعبا، داعيا أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والأردن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وقد توجه الرئيس الفلسطيني بالتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك متمنيا لمصر وشعبها دوام التقدم والازدهار. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي أعرب عن خالص شكره وامتنانه للرئيس محمود عباس، ومتمنيا للشعب الفلسطيني الشقيق كل الخير والاستقرار. تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، أفرج قطاع الحماية المجتمعية عن 1270 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وقد قام قطاع الحماية المجتمعية بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية لتحديد مستحق الإفراج، حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن من يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع. يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء المناسك، حيث اكتمل تنفيذ خطة تصعيد ضيوف الرحمن إلى مشعر منى لقضاء أيام التشريق الثلاثة ورمي الجمرات. قام ضيوف الرحمن في أول أيام عيد الأضحى برمي جمرة العقبة اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي أعقاب رمي الجمرات توجه الحجاج إلى مكة المكرمة لأداء طواف الإفاضة، ومن ثم العودة إلى منى حيث يبيتون أيام التشريق التي يقومون خلالها برمي الجمرات الثلاث. أفادت وكالة رويترز بأن الحكومة الكندية قررت تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا فيما يتعلق بتوربينات خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم، وذلك بعد طلب ألمانيا. كانت ألمانيا قد أعربت عن أملها في إقناع كندا بتسليم توربين ضروري لتشغيل خط أنابيب نورد ستريم 1، حيث يخضع التوربين للصيانة في منشأ في كندا. وكانت شركة غاز بروم الروسية قد أرجعت خفض الإمدادات إلى ألمانيا والتي تعاني أزمة طاقة بحاجتها إلى التوربين. أعلن ثلاثة نواب محافظين إضافيين عزمهم على الترشح لخلافة بوريس جونسون. يأتي هذا في وقت أعلن فيه وزير النقل البريطاني جرانت شابس ترشحه لخلافة رئيس الوزراء بوريس جونسون على رأس حزب المحافظين. وكانت وزيرة المساواة البريطانية السابقة كيمي بادينوك قد أضافت اسمها إلى لائحة المرشحين لخلافة جونسون الذي أكد في وقت سابق تنحيه عن زعامة الحزب، مضيفا أنه سيبقى في منصبه حتى يتم اختيار خلفا له، وهي عملية قد تستغرق عدة أشهر.
انتهى الموجز الإخباري، ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. كنت معكم أنا سارة عبدالله، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.